you. ولدت فيها عام 61 1961، درست ترعرعت، تزوجت أنجبت خمسة، ثلاث أولاد وبنتين، واشتغلت في التجارة واشتغلت في الهندسة، كل ذلك وأنا في مدينة القدس. مرة واحدة حصل في انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، فقررت إسرائيل إنها تطردنا من مدينة القدس أنا وزملائي بسبب إنه اشتركنا في هذه الحكومة. وزير الداخلية الإسرائيلي وقت ذلك كان اسمه روني بارون، اعتبر أن اشتراكتنا في أو اشتراكنا في الحكومة الفلسطينية عدم إعطاء ولاء لإسرائيل، يجب من وجهة نظره أن نعطي الولاء لإسرائيل. طبعا هذا الكلام يعني منافي للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني. على كل حال، ولذلك وزير الداخلية وقت ذلك روني بارون خيرنا بين أنه ننتزل السياسة أو نستقيل من المجلس التشريعي والحكومة أو بتنسحب الهوية، وفعلا سحب الهوية. سجننا من 3 إلى 5 سنوات متقطعات، وتقرر طردنا من مدينة القدس، ولكن لجأنا إلى مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح، وبقينا 19 شهرا، ثم سجننا مرة أخرى من الصليب الأحمر وطردنا إلى خارج مدينة القدس. في هناك قضايا في المحكمة العليا، المحكمة العليا الإسرائيلية تتردد في أن تأخذ قرار، هي بتخاف أنه إذا أخذت قرار بسحب الهوية تتعرض لانتقادات دولية، وفيما لو رجعت لنا الهوية بدها تتحمل المسؤولية، والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية أمام شعبهم، ليش أرجعتوا المقدسيين إلى مدينتهم في الوقت اللي إحنا بنطرد المقدسيين من المدينة. أنا هنا وزوجتي وأولادي نشعر فعلا بغربة شديدة جدا في الوقت اللي أهلنا في البيرة، هم أهلنا وشعبنا، طرد الإنسان من سكنه جريمة ضد الإنسانية، ونحن هنا إلى حين تبت المحكمة العليا في موضوعنا، إما إنها بترجع الهوية وإما إنه بتسحب الهوية، وأنا بشوف إنه لازم ترجع لنا الهوية ونرجع نسكن في بيوتنا ونرجع لأشغالنا ونرجع وسط أهلنا. صدر بحقنا قرار بالطرد من مدينة القدس، وصدر بحقنا قرار بالاعتقال فيما لو دخلنا مدينة القدس، قرار مع وقف التنفيذ. إذا دخلنا مدينة القدس بدون تصريح من الإسرائيليين يتم اعتقالنا فورا، ولذلك نحن هنا في مدينة رام الله بدون هوية إسرائيلية، بدون وثيقة فلسطينية، بدون أي وثيقة تثبت شخصنا، ولذلك لا نستطيع أن نتحرك خارج مدينة رام الله، وإذا صادفنا أحد داخل مدينة رام الله وأراد أن يتعرف علينا ليس معنا أي وثيقة نعطيه إياها. ولذلك يعني حالنا، وفي هناك المئات والألوف من المقدسيين اللي طردوا من المدينة، وسجلت الجمعيات الحقوقية والإنسانية 14500 حالة لسحب الهويات على مدى العشرات السنوات الماضية، وهؤلاء لو بقوا في مدينة القدس لا شكلوا أسر و كان لهم أولاد وأحفاد، ولكن هذه جريمة بحق الإنسانية بمعنى الكلمة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن اليوم الأول لاحتلال مدينة القدس انتهجت نهج الأرض المحروقة، واعتبرت
منذ اليوم الأول اعتبرت الحكومات الإسرائيلية أن سكان القدس من الفلسطينيين هم ضيوف على المدينة، وأنهم دخلوا إليها بعد احتلالها، ولذلك أعطوا كل المقدسيين الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة، الهوية الزرقاء، ولكن رفضت أن تعطيهم الجنسية، جنسية المواطنة، واستندت بذلك إلى القانون الأساسي الإسرائيلي لعام 1952 أن هؤلاء ضيوف على دولة إسرائيل، تستطيع أن تخرجهم متى تشاء، ولكن هي لم تطردهم طردا جماعيا، ووضعت الحيل الكثيرة والعجيبة وطبقتها على مدى عشرات السنوات. هدمت البيوت من خلال أنها رفضت إعطاء المقدسيين رخص للبناء، فلما اضطر المقدسيون إنهم يبنوا ويسكنوا ويزوجوا أولادهم هدمت لهم بيوتهم، فاضطروا إنهم يخرجوا ويسكنوا في الضاحية والرام والعزرية وأبو ديس. بنت الجدار العازل واقتطعت 120 ألف مقدسي صاروا خارج الجدار، أغلقت المؤسسات، ما فيش هناك أي مؤسسة الآن فلسطينية في مدينة القدس سياسية أو اجتماعية رسمية أو شبه رسمية، كلنا يجب أن نكون عبيدا عند دولة إسرائيل. الملاحقات الضريبية بأرقام فلكية، يعني لماذا يفرض على الإنسان أنه يهدم بيته اللي بناه، ثم أنه يدفع غرامات بمئات الألوف؟ وإحنا حصل معنا يعني كما يحصل مع باقي المقدسيين، ولكن لا أريد أن أتكلم عن حالتي الشخصية بهذا الخصوص. يعني أنا أحكي لك بكل تواضع أنه وضع مدينة القدس وضع بائس جدا، سلطات الاحتلال لا تسمح أن يتحرك الفلسطينيون لخدمة مدينة القدس بأي شكل من الأشكال، حتى المقربين من منهج السلطات الإسرائيلية بخصوص المفاوضات والاتفاقيات أيضا ممنوع أن يكون لهم أي تحرك، أنا أقصد السلطة الفلسطينية يعني، وحتى تنظيم حركة فتح يمنع أن يكون له أي مؤسسات تخدم مدينة القدس. وبالتالي عندما خدمنا من خلال الحكومة الفلسطينية كوزراء كان الأمر شكلي وخدماتي أكثر من أن يكون استراتيجي، ليس هناك أي أمل في أن نتحرك استراتيجيا لخدمة السكان من حيث المسكن ومن حيث التعليم ومن حيث الصحة ومن حيث تنظيم الأراضي، هذا أمر مستحيل. ولكن هناك ألوف، عشرات الألوف، اليوم أصبح مئات الألوف من المقدسيين خارج الأسوار. هؤلاء لهم مشاكل عديدة جدا، مشاكل في التعليم وفي السكن وفي الصحة وفي الضرائب وفي الالتزامات. أنا كوزير لشؤون القدس سابقا كان دوري أن أنسق بين طلبات هؤلاء المظلومين والمضطهدين وبين الوزارات المختلفة في الحكومة الفلسطينية، فكان في لي مكتب في العزرية لأن هناك كان كم كبير من المقدسيين في العزرية وأبو ديس والسواحري وزعيم، وكان في أيضا إلى مكتب في رام الله عشان أتعامل مع المقدسيين اللي طردوا أو هم الآن محاصرين في الرام وبير نبالة والضاحية وشمال غرب القدس. وكل الخدمات اللي قدمناها كانت خدمات يعني بسيطة لحل مشاكل طلبات وأوراق مقدمة إلى الوزارات المختلفة. الإسرائيليين لا يريدوا حتى هذا، ولذلك يعني أنا أذكر في العام 2006 بتاريخ 29/6 لما سلطات الاحتلال هجمت على الحكومة وعلى الوزراء والنواب واعتقلت في يوم واحد 48 نائب وعشرة وزراء، وهذا لو حصل في أي دولة أخرى في العالم كان اجتمع إليها مجلس الأمن وتحرك بالطائرات والدبابات. احنا اعتقلنا واقتحمت بيوتنا واقتحمت وزاراتنا، أنا شخصيا في مكتب الوزارة نهبت الأوراق والوثائق ونهبت الأموال، كان في هناك أموال في صندوق محاسب الوزارة، أجى الصبح ما وجدش الأموال وفيش هناك من يحاسب. السلطة الفلسطينية لا تفعل شيء لأنها منعت أن تفعل أي شيء، منعت من قبل السلطات الإسرائيلية ومنعت من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي
شاهد على الاتفاقيات اللي حصلت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن مدينة القدس يؤجل الحديث فيها إلى ما بعد المفاوضات. وطبعا هذا ينطبق فقط على الطرف الضعيف، على السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية مكبلة ومطاردة، وحتى رئيس السلطة الفلسطينية هو يقول بنفسه: لا أستطيع أن أتحرك من بلد إلى أخرى إلا بتصريح إسرائيلي يجدد كل 6 أشهر. أنا لا أستطيع أن أحمل السلطة الفلسطينية كل المسؤولية، الذي يتحمل المسؤولية الإسرائيليون وأيضا المؤسسات الدولية الراعية. يعني أنا أشوف المستقبل مستقبل قريب ومستقبل بعيد. المستقبل القريب قاتم أسود مع الأسف، ونحن قلقون جدا، لأن الآن الاحتلال الظالم المستبد والمتعاونين مع الاحتلال من مستوطنين أو من هيئات ومؤسسات دولية الآن لا يستمعون إلى الحق. أنا أعتقد أن هذا سيطول قليلا إلى حين تهدأ العاصفة، فأنا أعتقد أنه الظلم سيزول، الاحتلال سيزول، وإحنا مستبشرين خير جدا أننا على موعد قريب من الحرية للمقدسيين وللفلسطينيين ولكافة الأحرار.